اهلا بكم في مصطفى تغبلوت بين القصيبة وإيميلشي، مزين بأشجار كثيرة وبحيرة هنا. قرية تسنت على بعد 18 كيلومتر من إيميلشي. مفاجأة فعلا، هذه الحقول من التفاح وأيضا بعض الأشجار المثمرة الأخرى، كأننا في منتزه طبيعي. طيور تغرد والأزهار بألوان زاهية ولله الحمد، وأشجار الصفصاف تزين المكان. لاحظوا هذا المشهد الجميل بين جبال شامخة وفصل الربيع، فعلا نعيشه في هذا الدوار، دوار تسنت. يا سلام، تفاجأنا فعلا بهذه المشاهد. دوار تسنت، المفاجأة الكبرى، الماء والخضرة والمشاهد الجيولوجية المثيرة، كأننا في فضاء أخضر ولله الحمد. والطيور تغرد، هذه الطريق إلى إيميلشي على بعد 18 كيلومتر. يمر من هنا وادي متوسط الصبيب، وفعلا المتعة الحقيقية هي هاته وسط أحضان الطبيعة. بحيرة تسليت رائعة، 200 إلى 230 هكتار، عمق مهم جدا، وبعض الأسماك هنا والطيور. هنا على بعد 100 كيلومتر من بني ملال و 30 كيلومتر تقريبا من إيميلشي، الوادي الذي يعبر المنطقة والأشجار المثمرة خلف الصفصاف، وأيضا هنا في الأمام المشهد رائع في عمق الأطلس الكبير. هنا الطبيعة العذراء قرب جماعة أغبالة، والوادي الذي ينطلق بين مساحات من الأشجار المثمرة الكثيرة. هنا المتعة والجمال بين القصيبة وإيميلشي. نحن على بعد حوالي 30 كيلومتر من إيميلشي، المنطقة المعروفة بموسم الخطوبة، وفعلا تفاجأنا بهذه المشاهد.
سواء الجيولوجية أو الفلاحية، بحيث كل الخيرات موجودة هنا ولله الحمد. على بعد 3 كيلومتر من الجماعة القروية أغبالة، في الطريق بين القصيبة وإميلشيل، هذه الحديقة ذات بهجة، كلها جوز وتفاح واللوز، والمكان يثير الفضول للجلوس والاستمتاع بالمشاهد الرائعة. إميلشيل، المنطقة المعروفة في عمق الأطلس الكبير بموسم الخطوبة، وأخيرا وكنا فعلا نشتاق إلى هذا المشهد، وصلنا إلى هذه القرية، قرية إميلشيل. السكان فعلا طيبون ودائما يرحبون بالزوار، تحية لكم من إميلشيل.